اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة من المطبخ المصري. كلنا متفقين إن إحنا شاطرين قوي في عملية إن إحنا نعمل صينية بطاطس بالفراخ. صينية بطاطس بالفراخ بتختلف من بيت لبيت، ولكن إحنا شطار فيها. نحط الفراخ سليمة، نحط الفراخ بالجلدة بتاعتها، نحمر الفراخ مسبقا، ني بطاطس وفراخ. أنا هعملها النهاردة بمدرسة المغازي ولكن بالطعم المصري. البطاطس تتقطع كريات والدجاج يتقطع كريات، يعني مكعبات، والاتنين هيتعرفوا على بعض في قلب الحلة ونقدمهم في طاجن أو نقدمهم يخنة. اسمها يخنة البطاطس بالدجاج. معانا النهاردة برغل، والبرغل كلنا عارفين من منتجات القمح الصلب. برغل ناعم وبرغل خشن. برغل الناعم بنستخدمه في التبولة، والبرغل الخشن بيخش في بعض الأكلات زي مثلا برغل بتفين، أكلة مشهورة. معايا برغل النهاردة هعمل البرغل بالبصل، أكلة لطيفة وجميلة اسمه طاجن البرغل بالبصل. هاخد شوربة لحمة، شوربة فراخ، لا ده ولا ده، مفيش أي مشكلة. التوابل هي اللي هتحسب الأمر في موضوع البرغل والبصل. الحلو بتاع النهاردة حلو لطيف وجميل، ولكن العصب بتاعه والبطل بتاعه الرز المصري بتاعنا. اسمها حلاوة الرز بالجبنة، دي مشهورة جدا على فكرة، ولكن التكنيك العالي، الفستق الحلبي، مية الزهر، الجبنة اللي تتحط، هل هي عكاوي، هل هي جبنة مشدولة، هل هي جبنة شلش، هي جبنة موزاريلا، التفاصيل جوه حلاوة الجبنة بالرز المصري مع الفستق الحلبي. خلونا مش هنطول على حضراتكم لأن عندي تفاصيل في الحلقة كتير ومعلومة غير معلومة، والمطبخ مصر النهاردة يعني سمع هس. هنروح فاصل صغير أو هتروحوا بيه. جبنا الرز المصري بتاعنا الحلو، اتغسل مرة اتنين تلاتة، وبعد ما غسلناه جيدا حطيناه في مية على النار. دي مرحلة عديناها. ونجيب معلقة خشبية، المعلقة دي ما عداش عليها لا بصل ولا توم، أنا محضرها ومجهزها كده للحلويات. بس المرحلة دي يا اخوانا كده بعد إذن الأساتذة المصورين حبايبي مهمة جدا. الحلو ده عشان تخش المطبخ تعمليه محتاجة بالظبط ساعة زمن. الرز يتغسل مرة اتنين تلاتة، وبعدين بتسيبيه فترة طويلة، وبعدين تحطيه على النار مع مية بالشكل ده. وصلنا للمرحلة دي. دول قد ايه يا شيف رز اللي على النار دول؟ دول بالظبط كوباية ونص من الرز. حباية الرز دايبة دوب هنا وبايشة وزي الفل. شفت الرز ده؟ الرز المصري. هتقولي لي ريزوتو؟ لا. مهلبيه؟ لا. رز بلبن؟ لا. رز بلبن بتبقى حبايات الرز باينه فيه، ده مش باين خالص ان هو قارص، حبايات الرز معالمها راحت. بالشكل ده كده. بنبدا نسقط عليه يا عم الشيف الحليب. وياخد غلوه مع الحليب بتاعنا ده كده. زي الفل. نعلي النار عليه، نخليها على النار دي كده، وننزل بالحليب. يعني رز بلبن؟ لا، اصبر على رزقك. زي الفل. ونسيب الحليب يغلي معاها مع السكر بتاعنا الجميل. وادي السكر ينزل عليها كده زي الفل. دي اسمها حلاوة الرز بالجبنة، او حلاوة الجبنة بالرز. هي المسمى بتاعها كده، حلاوة الجبنة بالرز. انا بقول حلاوة الرز بالجبنة. الرز ياخد المرتبة الاولى في القمة، لأن الرز المصري هو ده عنوانها. دي مية زهر. نزلنا بمية الزهر على السكر كلهم مع بعض، ونقلب دول كده ونسيبه على النار يغلي. ده الرز. ودايما خلي في مطبخك حاجات كده علميها، يعني هتشوف لاحظين المعلقة لونها ايديها بيضة وهي خشب. دي أنا لما باجي أعمل حلو بستخدمها، حمر كنافة، حمر سميد حلو، أعمل رز بلبن، أعمل مهلبية، بتساعدني. وأقلب كده على النار لغاية لما اللبن يدوب مع الرز، أو الحليب يدوب مع الرز ومية الزهر والسكر. هنزل بالجبنة. إيه هي الجبنة يا عم الشيف؟ الاختيار ليك. هما ثلاث أنواع من الجبنة بيصلح إن إحنا نعمل حلاوة الرز بالجبنة أو حلاوة الجبنة بالرز. إخواننا الشوام يعرفوا الكلام ده. إيه هي؟ معانا جبنة مشدولة أو جبنة الشلش، دي موجودة عند في المحلات بتتباع بالشكل ده كده، عاملة زي الحلاوة الشعر. جبنه طعمها لطيف جدا، في منها ملح قليل وفي منها ملح كتير. جيبي اللي تجيبيه مفيش مشكله. انت اعملي تيست، لقيتي ملحها كتير حطها في ميه ساقعه، اوعي تحطها في ميه من الحنفيه سخنه،
لازم تكون الميه بارده عشان ما تعجنش منك والميه تمتص الملوحه منها وتبقى معانا بالشكل ده كده. يا اما تستخدمي جبنه موزاريلا برضو لطيفه وحلوه. ما لقيتيش لا ده ولا ده، جبنه عكاوي سعرها غالي شويه زي نفس السعر بتاع الشلش دي او المجدوله دي، بتجيبيها بتتخلصي من الملح وتستخدميها. انا حابب بس اوضح الامور دي علشان لما نحب نعمل الحلو ده الشيف قال مثلا جبنه مجدوله مش موجوده في المنطقه او في البلد اللي انا فيها، بجيب الجبنه الموزاريلا، الموزاريلا دي متوفره، او جبنه عكاوي كده احنا بنعلي الموضوع اللي بنعملها كنافه بالجبنه النابلسيه، بنجيبها بنقطعها بنحطها في ميه ساقعه ونتخلص من الملح اللي موجود فيها ونستخدمها. ميه الزهر هنا بقى بتديها شخصيه والسكر، وطبعا هنزينها بالفستق الحلبي. شايفه اهو تغلي بس على النار، بننزل بالجبنه على طول بمجرد ما بتغلي. حلوه. وتخلي بالك تبقى هنا دايمه الاستمرار في التقليب، يعني دايما كده اهو من وقت للتاني تقلبي. رز بلبن مهلبيه، الحاجتين دول مهمين جدا، طالما حطيتهم على النار تبقى التقليب مستمر دايما من وقت للتاني. لانه لو شاط ملوش علاج، دي ما فيهاش، دي كلام يعني بصي بس في شياط هنا ملوش علاج خلاص باظ هيترمي كله. فهنا خلي بالك بتعد النار وتقلبي من وقت للتاني زي ما انا شغال كده. انا بشم هنا ريحه ميه الزهر اللطيفه وحلوه مع السكر. انا هشتغل في الحلو وهمسك الجبنه، فالطبيعي انك تكوني حريصه. حلاوه الجبنه بتعملي حلويات فيها ميه زهر، تكوني حريصه في موضوع النظافه وانك انت بتتنقلي من حاجه لحاجه بكل شياكه كده. معانا الجبنه بتاعتنا، لاحظت ان احنا نضيفها على الرز مع الحليب مع ميه الزهر مع السكر واحنا شغالين. يلا اللهم صل على النبي. الجبنه دي يا اخوانا في اي سوبر ماركت ممكن تلاقيها عليها حبه البركه، ما تجيبيش اللي عليها حبه البركه. حلو قوي. وقلب بقى من واحد بالراحه كده علشان الجبنه تسيح اهو. شوف هتشد معانا ازاي. يلا خلي بالك نار هاديه عشان دي لو شاطت باظت الاكله دي كده. شفت الجو ده كده شفت الجو ده كده. لسه اوريك دلوقتي الدلع. لسه اهو ده كان رز، ده كان رز، كان رز يا متولي. استاذ احمد مفيش حد اسمه متولي، انا عارف استاذ احمد اهو دلوقتي يقول لك مين متولي ده؟ طلع لي منين ده؟ شايف ده؟ ايه الجمال ده؟ حلو. لسه كل ما الجبنه تسيح كل الجبنه ما تنسجم مع الرز المصري مع الحليب مع ميه الزهر مع السكر. ولسه بقى نزينها بالفستق الحلبي، سعره غالي بس انا مش بخيل، انا جبته. دي تاكل صوابعك وراها. لسه لما تسيح الجبنه بس. حلو. الله شفتوا فوق دي جميله جدا، اعمليها لاولادك صدقيني بجد. مش لازم تحط فستق حلب، حط لوز وخلي مزاجك لوز، حط عين جمل، حط جوز الهند، بس يعني انا عايز فستق حلب عشان تبقى هي زي ما قال الكتاب. عشان لما نروح مطاعم او نروح بعض الاماكن اللي بتعمل الحاجات ديت نبقى احنا نشوف الشيف المغازي عملها على اصولها. ناخد حلاوه الرز نغرفها مع بعض، بنجيب سرفيز ابيض زي ده كده. يلا اللهم صل على النبي، مكانها حلو كده زي الفل. معايا الفستق الحلبي. اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب قلبك يطيب. يلا انزل. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الطبق ده لما يبرد بقى كده وعليه الفستق الحلبي ده يلم العيله كلها. لازم نحطه على الطبليه ونرجع زي زمان وايام زمان الحلوه، طبليه تجمعنا والحديث الحلو الاسري ومشاكلنا تتحل على طبليه واحده وفي طبق واحد. خلوا بالكم والله العظيم الموضوع مختصر في ان احنا نقول كلمه حلوه، نقول تسلم ايدك يا شيف، هتلاقوا الاكل اصلا طالع حلو طبيعي. دايما انا مع مبدا المطبخ كلمه حلوه تسلم، حتى لو الاكل فيه ملحوظه استنى لما تشبع وتقوم كده تغسل ايدك. والله يا حبيبتي النهارده عملت شويه كشري جامدين جدا، بس انت عارفه ان انا ما بحبش الحار يعني يا حنان، يعني المره الجايه قليل الحار شويه بس. خلص الكلام، ممكن تكون قاعد بتاكل وبتهوى على بقك وزعلان
بس عادي يعني. حلو الكلام. طيب كده الرز بالحلاوه، الرز انا مصمم ان هي حلاوه الرز بالجبنه، المسمى بتاعها في المطبخ الشامي او المطابخ الاخرى حلاوه الجبنه بالرز. انا بقى عشان مصر ورز مصري وعنوانها الرز المصري، مش زي اليابانيين ناكلين للرز المصري مع انه بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا منه، انا بقول حلاوه الرز بالجبنه.